واللي حضر اكيد تدريبات الفريق النهارده عشان يطمن منه على كل ما يخص فريق النادي الاهلي خلال هذه المرحله، وخصوصا ان هو من احد المقربين بشكل كبير جدا للفريق واكيد معاه في كل مكان. زميلنا العزيز كريم احمد، برحب بك يا كريم. اهلا بيك زميل عزيز امير هشام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهديك ومتابعيك. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن من خلالك عن كل ما يخص النادي الاهلي، سواء من استعدادات لمرحله مهمه مقبله تبدا بمباراه بتروجيت، او كمان فيما يخص اصابات النادي الاهلي خلال هذه الفتره. باكد على كلامك طبعا، اكيد امير مرحله مهمه جدا طبقا للجدول الدوري والترتيب ووصول النادي الاهلي لعدد نقاط ان شاء الله باذن الله تدريجيا يصل لمكانه الطبيعي او المركز الاول. استاد مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل لمواجهه بتروجيت، يمكن الراجل بيشتغل امير بكل قوه مع فريق النادي الاهلي ومع الجهاز، محاضرات مستمره، جلسات فرديه مع اللاعبين، كل مره يمكن بيحاول ان هو يجتمع بحد من اللاعبين لتوجيهات معينه. النهارده قبل انطلاق المران باكثر من ساعه كان متواجد، كان جيرالدو كان متواجد على دكه البدلاء، اتكلم معاه واداله نوع من انواع التحفيز. رمضان صبحي ايضا كمان كانت ليه انطلاق المران بدا النهارده، كان في اكثر من فقره تدريبيه تخللها بعض الفقرات البدنيه لالخاندرو، مخطط الاحمال، الحفاظ على اللياقه البدنيه، مع ايضا كمان تخفيف الحمل، لان الضغط الكبير والتلحم الكبير اللي بيقابل النادي الاهلي محتاج يكون في توزيع الحمل بشكل عام. مستر مارتن النهارده كان جزء الكوره اكثر من 40 دقيقه، حاول ان هو يبقى فيه شكل مختلف في التدريب، حاول انه يعمل الملعب بشكل كامل، ثم تقسيمه اخيره في نهايه المران، بيحاول ان هو بعد الوقوف على الثغرات والوقوف على كل نقاط الضعف من متابعته لفريق بتروجيت سواء في مباراته الاخيره، ولسه كمان يمكن بتروجيت اللي عنده مباراه اليوم مع فريق الجونه اللي هيكون فيها كمان متابعه للجهاز الفني. خلاص يمكن بشكل عام مستر مارتن بيحاول الوقوف على كل نقاط القوه والضعف وبيطبقها كمان مع اللاعبين. النهارده كنا بنشوف بعض العرضيات كان بياكد عليها، لكن الحاله العامه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي الحاله المعنويه مرتفعه بشكل كبير، لكن الاصابات يا امير الاكيد يعني بتبقى شيء محزن على الجمهور وعلى اللاعبين بشكل عام. النهارده يمكن شريف اكرامي في منتصف المران كان في تقسيمه قويه زي ما قلنا، مستر مارتن كان بيحاول ان هو يوجه فيها اللاعبين، شفنا شريف اكرامي يمكن مباشره يمكن وقع على الارض وتوجه للاعبين بالكامل مع الجهاز الطبي. سمعنا ده اللي واضح حتى هذه اللحظه، الاشعه طبعا اللي هتحدد الموقف او التشخيص الطبي الكامل لشريف، لكن ان شاء الله ما نخسروش شريف خلال المرحله القادمه. الشناوي عائد، يعني الشناوي يمكن شارك كمان النهارده المران الجماعي بكل قوه، لكن اكيد شريف والشناوي على لطفي ومصطفى شوبير ايضا كمان لما بيكونوا متواجدين وجاهزين بيبقى افضل بكتير ان انت عندك اي نقص من الحراس. ان شاء الله شريف نطمن عليه قبل الانطلاق في تمام الساعه 10. عمرو السوليه ايضا كمان امير رغم جاهزيته الكبيره وادائه اكثر من رائع، لكن الاصابات بتلاحق لعيبه النادي الاهلي، شكواه النهارده من العضله الاماميه، يعني كانت حاجه بسيطه لكن النهارده الراجل كان بيأدي للتدريب وكان في تقسيمه مميز بشكل كبير جدا، لكن واضح ان هو اشتكى من شد بسيط جدا. ان شاء الله يكون في العضله الاماميه، غدا ايضا يكون في تشخيص طبي واشعه لعمرو السوليه، ان شاء الله ما تبقاش الا بسيط ويستكمل مع النادي الاهلي مشواره في الانتصارات والاداء المميز سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه. بشكل عام كل المصابين بقى حسام عاشور ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال الكل بيأدي طبعا اقل التاهيل الخاص بيه ضمن البرنامج الموضوع، لكن وليد سليمان عايز اخصه طبعا يا امير، وليد يمكن جاهز طبيا لكن في تأني كبير ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه، وده تفضيل فني من مستر مارتن. عايزين طبعا جاهز بشكل كبير 120% كمان يكون جاهز وليد سليمان، لان ان شاء الله المرحله اللي جايه فيها تلاحم كبير جدا البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، الكل يكون جاهز يا امير ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود من جديد لمكانه الطبيعي في جدول الدوري ومنها الحفاظ ان شاء الله على لقب بطوله الدوري العام. طيب كريم، عايز اسالك سؤال مهم جدا عشان انت واحد من الناس اللي دايما بتتابع التدريبات ودايما مع الفريق في كل حته. اللي فاتت كتير على علاقات اللاعبين ببعضهم، بالتحديد مثلا شريف اكرامي والشناوي وعلاقات مستر لاسارتي باللاعبين، عايزك ترد معايا على الكلام ده، وانت من الناس اللي بتبقى متابعه جدا وبتبقى متعايش مع الفريق بشكل كبير جدا، الامور بتبقى ماشيه ازاي ما بين الجهاز الفني واللاعبين وما بين اللاعبين وبعضهم يا كريم؟ يمكن امير لما بتلاقي النادي الاهلي طالع في اتجاهه الصحيح وجمهور سعيد لازم تلاقي الاخبار دي ابتدت تطلع، ولازم تلاقي بيحاول ان هم طبعا يهدوا الروح المعنويه للاعيبه النادي الاهلي. يعني اقدر اقول لك يا امير مستر مارتن لاسارتي يمكن من المديرين الفنيين المميزين جدا في الجانب النفسي، ويمكن اللقاء الاخير معاه كلمته على الجانب النفسي قال لي الكوره فيها اربع حاجات لابد يكون الجانب النفسي مميز، الجانب الخططي، الجانب الذهني. الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا مع اللعيبه، ابقى بنتكلم معاها بيقولوا الراجل في الحته دي مميز جدا، بيتكلم مع كل اللعيبه عارف امتى
تتكلم مع اللعيب في التوقيت ده وامتى يدي اللعيب ده فرصه. شريف اكرامي والشناوي كابتن طارق سليمان باكد على الامر ده، المنافسه شريفه جدا بين كل الحراس، شريف اكرامي قائد فريق النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي، احنا بنشوف حاجات في الكواليس يا اميره لما بنبقى متواجدين في بطولات افريقيا، وشريف قاعد على دكه البدلاء، شريفي بيبقى هو وهو اللي موجود وهو اللي واقف عينه على دكه البدلاء، وده امر طبيعي لكل اللعيبه، لكن بخص شريف لانه واحد من كباتن النادي الاهلي، شريف من الرموز اللي اكيد كل الشباب وكل مصطفى شوبير ومحمود طارق سليمان كل الحراس المرمى اللي طالعين بيحتذوا حظه وبيسالوه، شريف اكرامي وشناوي علاقتهم رائعه ببعض، لكن منافسه شريفه، الاختيار الفني بيبقى صعب للجهاز الفني نظرا للحاله البدنيه والمعنويه للاثنين الحراس من خلال التدريبات، مفيش اي مشاكل امير، هو النادي الاهلي اما بيوصل وبيصعد خلاص بيبقى داخل على هدفه الطبيعي وهو تحقيق البطوله، من خلال الاخبار دي الامور كلها مطمئنه وبنطمن كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الدوري الاهلاوي باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كيمو، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا، زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس قناه الاهلي.